فالأول مواضيعنا عن مشاركة أكثر من 16 دولة عربية وإسلامية في مهرجان القاهرة الدولي الأول للخط العربي والذي أقيم في بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية. المهرجان يهدف إلى مد الجسور بين أجيال الفنانين وتسليط الضوء على هذا الفن الذي يعبر عن الهوية العربية. الزميلة سمر بشات حضرت المهرجان وعادت لنا بالتقرير التالي، نتابع. الخط العربي بين الماضي والحاضر وبين أعمال شيوخ هذا الفن وشباب الخطاطين في الوطن العربي، اجتمع كل هذا في مهرجان القاهرة الدولي الأول للخط العربي الذي أقيم في بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية وبرعاية الجمعية المصرية للخط العربي بهدف تسليط الضوء على هذا الفن الذي يعبر عن الهوية العربية وبهدف مد الجسور بين أجيال الفنانين. المهرجان بيعيد إحياء فكرة مهرجانات الخط العربي اللي كانت بدأت تختفي مع انتهاء مهرجان بغداد الدولي للخط العربي، ودي محاولة لاستعادة الرياضة العربية في هذا المجال في ظل منافسة شرسة من تركيا وإيران في مجال الخط العربي. الحفاظ على الخط العربي حفاظ على الهوية العربية والإسلامية معا، وأنا دايما أقول يعني إن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر يكتب بالخط العربي. شارك في المعرض فنانو الخط من 16 دولة عربية وإسلامية بلوحات توضح الأنواع المختلفة للخط منها القديم والحديث، إلى جانب عرض نسخ أثرية ونادرة من القرآن الكريم. يعني أنا شاهدت لوحات بتقلد خطوط قديمة قد كانت في القرون الأولى للهجرة من الكوفي، المصاحف وغيره والثلث والنسخ وغيرها من أنواع الخطوط العربية القديمة، لكن بلوحات وبتقنية جديدة وبأسلوب جديد. ويعتقد المشاركون أن الخط العربي هو أحد أشكال الفنون في المقام الأول، ويرون أن إعادة انتشاره بين المجتمعات الحديثة ترتبط بشكل كبير بعودته لزخرفة البيوت والمباني العربية، كما أكدوا ضرورة إدخاله في المنظومة التعليمية حتى لا يشعر الأطفال المولعون بالكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة بغربة نحو الخط العربي الذي يشكل جزءا من هويتهم. لابد أن نعلمه للنشأ، وحتى إلى جانب قبل تعليمه لابد أن نوظفه في الحياة المعاشية اليومية، في من خلال التحف، من خلال القصص، حتى القصص تكون مكتوبة بخط واضح جميل حتى يستأنس بها الطفل. يجب علينا أن نهتم ونحافظ ونوسع من دائرة الإعلام، وأيضا نضع مادة تعليم الخط العربي في المرحلة الابتدائية للمدارس حتى يعني نصلح ما أفسدته التكنولوجيا على أطفالنا. وصرح منظم المهرجان أن بريطانيا والولايات المتحدة أبدتا رغبتيهما في المشاركة في هذا المهرجان العام القادم كدليل على الاهتمام العالمي بهذا التراث العربي والإسلامي الأصيل. سمر بشات، العربية، القاهرة.